وتوالت مؤخرا التقارير الإعلامية بشأن انتشار المد الشيعي في المنطقة، وهو ما دفع البعض إلى التبشير بارتفاع راية التشيع عالية من جديد في البلاد المغاربية، وذلك بعد إعلان الكثيرين من أبناء تونس وموريتانيا والمغرب والجزائر عن عودتهم إلى كنف الإسلام المحمدي العلوي الفاطمي. حالة فزع ينظرون إلى التشيع نظر التيوس إلى شفار الجازر، اختاروا هذا الطريق، اختاروا أن يتولوا العترة الطاهرة عليهم وأن يبرأوا من أعداء العترة وأن يقوموا دينهم. ما شأنك بهم؟ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. رسول الله ما كان يجبر أحدا على دينه، تأتي أنت تجبر الآخرين على دينك وعلى مذهبك الزائف، لأن التشيع حق، معه القرآن، معه الدليل، معه القرآن، معه العقل الإنساني.